قيمه ومكانه الاهلي. عشان كده يعني هيبقى معانا على التليفون دلوقتي كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين من النادي الاهلي. مساء الفل يا كابتن فتحي. مالك يا سيد، ازيك؟ وحشنا. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا سيد، ربنا يخليك. كله تمام؟ انت عامل ايه؟ المهم كله كويس. جاي لي اخبار السيطره موجوده في كل مكان في قطاع الناشئين. منور انت شاشه قناه الاهلي والله بجد. ربنا يخليك يا كابتن فتحي. ربنا يخليك. قول لي فكره اختبارات في المحافظات، وفعلا انتوا رايحين اسوان واسيوط وسوهاج. اه يا كابتن، احنا كنا واخدين قرار، وقرار من لجنه الكوره، ان احنا برضو عارف المحافظات دي لها حق على النادي الاهلي، فبعتنا ثلاث لجان لاسوان وسوهاج واسيوط، وهم الحمد لله وصلوا هناك، وهنبتدي نشتغل الاختبارات ان شاء الله من بكره. عندنا يوم 14 و15 و16، والثلاث لجان شغالين في توقيت واحد. الثلاث لجان، وبنبيع برضو الاستمارات هناك، استمارات هناك في مقر الاكاديميات، اللي احنا دايما يعني حتى الحته دي بنشترك مع الاكاديميه فيها عشان ندعم اكاديميات النادي الاهلي. اه يعني انتوا في ترابط دلوقتي ما بينك وما بين كابتن خالد بيبو، مظبوط كده؟ اه مدير عام الاكاديميات. تنسيق كامل في الحته دي عشان يبقى في تنسيق، وفي ان احنا في نفس الوقت بنخدم برضو اكاديميات النادي الاهلي، وكل هذه الاختبارات بتقع في مواقع النادي الاهلي او في مقرات النادي الاهلي اللي بيأدوا فيها تدريباته الاكاديميه. طب كلام جميل، معنى كده ان انت رايح اسيوط واسوان، السوهاج لنا فيها اكاديميه؟ سوهاج اه فيها اكاديميه، ده في هناك اكاديميه، واكاديميه في مدرسه كويسه، ولكن انا لصغر الملاعب يمكن قلت للكابتن خالد ونصحت معاه ان احنا برضو هنعمل الاختبارات دي في استاد سوهاج، على اساس ان ممكن لو جات لك اعمار سنيه كبيره انت محتاج ان انت تشوفها على ملاعب كبيره. اوكي. يعني ما ينفعش الولد مثلا مواليد 99 جاي لي عايز اشوف امكانياته كظهير ايمن، كستوبر، كراس حربه، ينفع اشوف ملعب صغير. فقلت للكابتن خالد الحمد لله وفقنا في استاد سوهاج، يعني الحمد لله. طيب يمكن الاعمار الكبيره ديت بيبقى الظهور فيها نادر شويه، لكن طبعا قد يكون، قد يمكن واحد متاخر شويه في الالتحاق، واحد ظروفه منعته ولا حاجه، وان كان السن لما بيكبر بتبقى الامر دلوقتي في العالم اللي احنا فيه او العصر اللي احنا فيه بيبقى صعب شويه، لكن احييك طبعا على الفكره، ان شاء الله الرحمن تكون موفقه باذن الله وتجني ثمارها. كمان كابتن فتحي، اهميه الناشئ في الوضع الحالي، في وضع الامور الماليه والمغالاه في العرض في المطروح من قبل كل نادي حر طبعا اكيد، لكن في النهايه في مغالاه ماليه كبيره، في اسعار يعني راحت لمكان بعيد جدا جدا جدا، فعشان كده السلاح الوحيد او الكنز الوحيد هو قطاع الناشئين. والله بص يا كابتن، انا يمكن برضو مع لجنه الكوره على فكره تكلمت بصراحه وبواقعيه، ان انا هدفي الاول ان شاء الله اخدم قطاع الدرجه الاولى. اخدم قطاع الدرجه الاولى من خلال محاور انا عاملها، يمكن تعاملي مع المدربين وشغلي مع المدربين هنا، ان كل مدرب بيقول لي مين العناصر الكويسه عنده المميزه. يعني برضو احنا شغالين على الحته دي ان شاء الله، وهيجي يديني كشف في 6-7 مثلا في كل فرقه، نشتغل عليهم من نواحي فنيه طرديه عشان الولد يبقى طالع قطاع الدرجه الاولى ان شاء الله، يبقى عنده من الامكانيات الفنيه ما يبقاش عنده نقص في اي حاجه. بيلعب صغير، بيلعب راس حربه، بنعالج هذه الامور من بدري. ودي الكشوفات دي عندي الحمد لله، والولاد انا بشوفهم في الماتشات الوديه، مش عايز اقول لك النهارده بتفرج على 2002 والله عندهم ولد مش عايز اذكر اسمه، موهبه ويلعب درجه اولى دلوقتي، والله يلعب درجه اولى دلوقتي. 2002 ويلعب درجه اولى دلوقتي. ده مقيد عندنا؟ مقيد اه في الفرقه 2002، ولكن ولد تحس انه عنده الثقه في نفسه وعنده الفنيات العاليه جدا، يعني تحس ان فعلا لعيب درجه اولى. طيب. درجه اولى، واتمنى ان شاء الله قريب ان انا كويس. 2002 يعني انت بتتكلم في 16 سنه وشويه اهو، كويس. والله العظيم انا بقول لك استراتيجيتي ان انا اطلع لعيبه ان شاء الله يعني بما يتردد ان بتوع الناشئين في النادي الاهلي ما بيطلعش لعيبه، انا الهدف الاول عندي نطلع لعيبه لقطاع. لا اسمه يا كابتن فتحي، ولا مش عايز تقول اسمه دلوقتي؟ لا مش عايز اذكر، انت عارف برضو الولاد في المرحله السنيه دي نفسيا ممكن يتاثروا، فعشان كده انا بتفادى دايما ان انا مش عايز اقول اسم معين. طب والباقيين دول، ما في لعيبه زي ما قلت لك انا باخد الكشوف من المدرب او المدير الفني. اللعيب ده انا بصيت عليه النهارده، لا لعيب فعلا يستحق انضمام للدرجه الاولى. طيب وانت عندك كمان 2005 فيها واحد جامد جدا، اوعى تتكلم. ها ماشي والله. فبقول لك ان احنا الحمد لله هدف عندي والله يا كابتن، حضرت ربنا ان شاء الله ربنا يوفقني
وبمساعدة الأجهزة الفنية اللي موجودة في القطاع إن إحنا نعمل حاجة كويسة. يا رب إن شاء الله الرحمن هيبقى معاك فريق عمل كويس. طبعا أنا كنت بهزر مع حضرتك، أنا بقصد يوسف سيد عبد الحفيظ معاك في 2005، فما يعني ما تتكلمش خالص. نفسي أشوفه. طيب كابتن فتحي، في دور كمان بالنسبة للمدربين، يعني صحيح في قطاع ناشئين مهم جدا ان احنا نشوف اللعيبه اللي فيه، لكن كمان اختيار المدرب والشغل مع المدرب والحرص على الاجتماعات الفنيه مع المدرب وتعليمات للمدرب او النصائح للمدرب او الحاجات اللي بتتقال للمدرب بتخليه كمان ياخد باله من الاختيارات. يعني العين غاليه جدا، العين اللي اقصدها ان لعيب او مدرب يختار لاعب، في لعيبه كتيره جدا ممكن تيجي لحد عندك، وفي لعيبه كتيره تيجي لحد بابك، وفي لعيبه انت ممكن تروح لها، لكن ممكن العين ما تلمحهاش ما تشوفهاش، فمحتاج ان انت تتكلم معاهم كمان. وهل ده بيحصل ولا لا؟ بص يا كابتن، انا في الاختبارات انا بشتغل الحمد لله من 30/6 في الاختبارات لحد امبارح، لحد امبارح اخر مرحله في البرامج احنا كنا شغالين امبارح. والله العظيم انا اللجان بتبقى قاعده، اللجان بيبقى 4 مدربين ومدرب في الملعب، 5 مدرب، كل لجنه فيها 5 مدربين، وكل شغالين على 7 ملاعب في ملاعب الاكاديميه. يعني المدربين كلها بتشوف وبتلاحظ الاعمار السنيه المختلفه. وانا كنت بنزل وبشوف لعيبه وبرصد لعيبه من خلال رؤيتي الفنيه، وكنت بشارك المدربين دي وكل بشاركهم في رايي، وبختار لعيبه واللعيبه والمدربين بتبقى متفقه معايا. فاحنا الحمد لله عيوننا يمكن السنه دي الحمد لله اخترنا لعيبه، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف المميز قوي اللي ناخده هذا القطاع واللي يستحق الانضمام لاي مرحله سنيه. تمام تمام ان شاء الله الرحمن، كلنا الثقه في حضرتك وبحملك امانه. يعني الفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا، الفتره اللي جايه هتبقى فيها مجهود اكتر، يبقى الناس مش في مكاتبها، الناس بتنزل وبتختبر وبتروح وبتيجي وبتسعى، ولو جالها تليفون ما تكسلش وما تستهترش لعل وعسى. يعني فيها حاجتين، فيها فايده للنادي وفيها كمان ان انت بتدي فرصه للناشئ نفسه. يعني ممكن يبقى ولد امكانياته ضعيفه، ممكن يبقى ولد يعني ظروفه صعبه ولا حاجه، فبتجيله الفرصه مره واحده، ما عندوش الامكانيه ان هي يقررها مره ثانيه. فعشان كده بقول لحضرتك امانه ان شاء الله الرحمن، كلنا ثقه في حضرتك باذن الله. والله يا كابتن سيد انا بقول لك بشتغل بما يرضي الله، انا بقف من 7:30 صباحا الاختبارات، اقف واشتغل وكل هذه الامور. يعني بالتوفيق ان شاء الله الرحمن. هتاكل لحمه امتى؟ سمعت ان انت ما بتاكلش لحمه بقالك فتره طويله وعايش على السمك، بس ليه كده؟ والله يا ابو الكباتن شوف، انا صياد سمك وبحب السمك من زمان. واكلتي المفضله بيني وبينك السمك، يعني اكلتي المفضله دايما السمك، وبتساعدني كمان ايه بقى؟ ان انا العب تنس واكسب الناس اللي بلعبها يعني. تلعب تنس ماشي، تكسب يعني برضه ماشي. كابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك وكل التوفيق باذن الله. طيب كنا اتكلمنا في الموضوع ده وهنخصص حلقه باذن الله، يعني ان شاء الله الرحمن هنعمل يوم كده باذن الله خاص